اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد تمرين مهم وهو السلام عليكم. اهلا وسهلا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد التمرين اللي قد ما هو محقور وبسيط قد ما منافعه كثيره. مجموعه من الاطباء كينصحوا به وبطبيعه الحال له فوائد لا على المستوى العضلي لا على المستوى الذهني. كيقوي عضلات القلب، كيساعد على التركيز، كما يكسب الجسم محضر رشاقه. اذا على بركه الله. اذا بدون شك عرفتوا ان التمرين هو نط الحبل. هذا التمرين اللي ما كيحتاج بزاف ديال الحوايج، كيحتاج واحد الحبل وكيحتاج تاني واحد القنينه ديال الماء، وغنحتاج واحد المكان مناسب، يعني الامام والخلف وفي الجناب تكون واحد المساحه باش يمكن لي ندير نط الحبل بدون اي مشاكل. وغادي نحتاج البدلة رياضية وحذاء رياضي. وخاصني نتأكد كذلك من الطول المناسب للحبل. إذا لاحظتوا كنديرو تحت رجليا كيف ما كتشاهدوا، كنحاول نشوف واش غيوصل لي المستوى ديال الصدر ديالي. إذن كنبداو بالتسخينات، كنحاولوا نسخنوا الجسم ديالنا باش نستعدوا لنط الحبل. اليوم ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم من نيفو ديال المبتدئين حتى نوصلوا النيفو ديال الاحتراف. كيف ما كتشاهدوا معنا هاد التمرين اللي كتلاحظوا معنا فيه، كنبوم به على رجليا ومخدم حتى رسغ ديال اليدين ديالي. هاد التمرين خاصني على الاقل نديرو واحد دقيقه. التمرين الثاني، إلا لاحظتوا دابا كناخذ داك الحبل نيت ياك وكنشدو باليدين باليد اليمنية ديالي وكنبدا نخدم في الجناب. إلا لاحظتوا كنحاول إن فوا كيدوز من قدام عينيا كنحاول نتهز. هاد التمرين تاهو خصنا نخدمو على الأقل واحد دقيقة. بعض الأخطاء اللي كيديروها الناس، أول خطأ كيديروه إلا لاحظتوا حركة دوران ديال الحبل يعني كتكون نابعة من الذراعين، ولكن هذا خطأ، خاص الحركة تكون نابعة من رسغ اليدين. والخطأ الثاني كيف ما كتشاهدوا كنحاول ننقز الفوق بزاف عادة كندور الحبل. والخطأ الثالث اللي كيديروه بعض الناس بطبيعة الحال هو انه كيتني الظهر ديالو كيشوف في الاسفل وكيتني ركابيه اكثر من القياس. بعد ما فتنا ليطاب الاولى كندوز دابا ليطاب الثانية. ليطاب الثانية لاحظتوا كنديك دورة واحدة وكنحبس، كنهبطو تحت من رجليا ونعاود تاني دورة واحدة ونحبس.
دابا الا لاحظتو بديت كنزعم شويه، نحاول ندير دابا جوج، نهبط من تحت من رجلي، واحد جوج، كنحاول نبدا نزعم على الحبل اللي لاحظتو كيف ما كتلاحظوا معنا في هذا التمرين. هاني دابا وليت كندير دابا ثلاثة، لاحظوا معايا مزيان، واحد جوج ثلاثة، ومن بعد نحاول نزعم ندير حتى أربعة، يعني كنبدا نستأنس بشوية بشوية مع الحبل. التمرين الاول في ليطاب الثالثه، حطو دابا خدام عادي، مخدم برسغ اليدين ديالي، كنحاول نهبط الحبل من تحت القدمين ديالي، وكنتنفس بطبيعه الحال مزيان، وحتى الظهر ديالي راه مقاد. دابا التمرين الثاني في ليطاب الثالثه، قلنا هاد ليطاب الثالثه شويه ديال المحترفين، يعني كنبداو الخدمه ديال المعقول. دابا كندير نط الحبل على رجل واحده، مره كندير اليمنيه ومره كندير اليسريه، وبطبيعه الحال كنتنفس، كندير شهيق زفير. التمرين الثالث، يا لاحظتوا مره كندير اليمنيه مره كندير اليسريه، لاحظوا معايا مزيان، اليمنيه اليسريه، خدام برسغ اليدين بطبيعه الحال، الشوفه ديالي للامام، الظهر ديالي مقاد. رابع تمرين، يا لاحظتوا لي بوينت دو بي ديالي كنحاول نلوحهم الى الامام. خامس تمرين، الى لاحظتو كندير الفاسيون دي جونو، يعني الكبي كيتهز في السماء وخدام بالحبل. سادس تمرين، الى لاحظتو كنولي نمشي بالحبل وكنحاول نرجع به. دابا وصلنا لسابع تمرين، يلا لاحظتوا مرة كنمشي اليمين مرة كنمشي اليسار. ثامن تمرين، يلا لاحظتوا غادي بالجناب كنمشي وكنعاود تاني كنرجع. التمرين التاسع، الى لاحظتو كنخدم على اليسرى رجل وحده، كنخدم على جوج رجلين، ونخدم رجل الاخرى حتى هي.
القيصرية الوسط ورجل اليمنية. عشر تمرين إلى لاحظتو خدام بالحبل عادي ومن وراها كندير سكوات. التمرين رقم 11 إلى لاحظتو كندوز الحبل في الجناب عاد كندير أنا نط الحبل الجناب عاد ندير نط الحبل. التمرين رقم 12 هي لاحظتو كل مرة كنلوح رجل، مرة اليمنية مرة اليسرية. التمرين رقم 13 اللي لاحظتو كنمشي للأمام هبط على رجل وحدة ورجع تاني للمكان ديالي، عاوتاني نمشي مرة كنمشي نهبط على اليمنية مرة كنمشي نهبط على اليسرية. التمرين رقم 14 هي لاحظتو هنا كنحاول نسرع الوتيرة ديال الحبل وديال الإيقاع ديالي. هاد التمارين اللي جايين دابا فيما تبقى من الفيديو ما هما إلا واحد الميلونج كنميلونجي بين تمارين نط الحبل، ومثلا هنا كما لاحظتو درت تمرين نط الحبل ومن بعدو درت لي بومب. بإمكاني كذلك أيضا ندير تمارين نط الحبل ومراها نخدم مثلا شي إكزارسيس ديال الكيناج ولا شي حاجة. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? وبهذا كنكون وصلنا للختام ديال هاد الحصه. الى لاحظتوا الظروف ما كانتش متساعده، لا كانت الشمس كثيره وكان الريح حتى هو كثير. كنتمنى تستافدوا من هاد الحصه، طبقوا هاد التمارين في المنازل ديالكم. ما تنساوش تابوناو، ديروا جيم لي كومونتير، بارطاجيو الفيديو الماكسيموم. الله يعاونكم. I can feel it somewhere inside haunting, like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone but I'm still feeling like someone's with me.